الأصل أن المسلم قبل أن يدخل في الصلاة يأتي بشروط الصلاة. Në esencë, muslimani para se t'ia fillojë namazet duhet të plotësoj kushtet para fillimit të namazit. Yaqif ala istiqama wahida ma'a al-minkabayn. Yani la yaftah rijlay wa la yadhumma. Po qendron këmb, qendron fund mesatare, as nuk zjerohet as nuk ngushtohet. An-nadhar da'iman ila mawdi' as-sujud. Shikimi gjatë namazit është në vendin ku bëhet sejdë. Yukabbir hakala yadhum al-asabi' wa yaj'ala hadwa al-udhunayn aw al-minkabayn. Do të pa, kur të fillon namazin, kur të futet në namaz, i bashkon gishta ati dhe i bën në këtë formë, ose paralel me veshën, ose paralel me supët. Allahu Akbar, tekbirat e ihram. Dhe thëtë Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Pas të e thëtë lutjen për katsin, pas tekbirat. Dual istiftah. Lutjen e fillimit. Yadha hakadha, au yakbidh hakadha. Ose i bashkon duart në këtë formë ose në këtë formë. Ba'd du'a al-istiftah yaqul a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pas lutjes fillestare thotë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فسيثات سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فسيثات سورة الفاتحة الله أكبر فسيثات الله أكبر يمسك على ركبتين يقاب فات جنية دين يجعل الظهر على استقامه واحده مع الراس دريتان شبينه تيجات ركوس باشكم كوكن تي سبحان ربي العظيم دوكاثان سبحان ربي العظيم مره واحده وجوبا نهارش سباكو اش تبليغن ويستحب ان يزيد بمراره سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمد سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اش تبهروش تاثات مش بشهر اذا تاثات نفورما تندرشمه ثم الآن بين الركوع والرفع يرفع يديه مع قول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده باسش تنغريتن غاروكوايا يدمن انغريت دورت ذا ثات لوتين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد واستحب ان يزيد بما ورد فاستاي اشتا ريكومندوش مي تشتان اجرا تيرا سي كان نور نسنا ثم الان يسجد على الاعضاء السبعه الله اكبر باستاي بن سيزده مي شتات جيمتيرت الجبهة والأنف جمتيرا فارش بالي وباطن الكفين والركبتين وباطن أصابع الرجلين شبلاها تي جوينت تي ذا ماية تكيشتريها تي عندنا إشكال أحيانا فيما نضع مرفقيها كذا problematيك راش نسا بيكوش إلا بريلاتي من دوس سيدنا أو ينضم هكذا بس نسا نقشتوات شم أو يرفع الرجلين عن الأرض هكذا. وسنسين كريت كمبت مي تو. أو يرفعهما. وسن شتديا. الأصل أن يجعلهما هكذا. ناس سينز دوت تبش تبل كتفون. يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. نسيز دوت سبحان ربي الأعلى. ويستحب أن يزيد بما ورد. ناشت بيرسيوش ما استعشتن ولا مشون. الله أكبر. فاستيطات الله أكبر يفرش اليسرى وينصب اليمنى كمنا ما يتشترين تشعر ديارتنا بانتن كريتون يضع أطراف الأصابع منتهى الفخذين أول الركبة فاستيطات ما يتشترين بان فعلان ما جنتتي رب اغفر لي بكثون ربي اغفر لي مرة واحدة وجوبا استحب أن يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي نهار سباكو من خوان ساتات مشو مشتامنية ثم يسجد الله أكبر أصلي بن سيدة وكثر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم الله أكبر يقوم إلى الركعة الثانية أصلي ثلاثة الله أكبر لنقريت أن ركعتنا بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا رستان سورة الفاتحة فرسل ثم سورة أصلي بني سورة الله أكبر ثلاثة الله أكبر سبحان ربي العظيم ثلاثة سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر
Allahu akbar. Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbi al-a'la. Subhana rabbi al-a'la. Allahu akbar. Allahu akbar. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصيفت التهيات والصلوات. نعم. ثم بعد هذا إذا كانت هذه الصلاة ثنائية يستعيد بالله من أربع ثم يسلم. Nëse ky namaz është me dy rekate, atëherë kërkon mbrojtjen e Allahut nga katër gjëra dhe jep selam. Allahumma inna a'udhu bika min adhab jahannam wa adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Ato katër gjëra për cilat duhet kërkuar mbrojtje është dënimi i zjarrit, dënimi i varrit, sprova e jetës vdekjes dhe sprova e dajjalit. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Pastaj jep selam në dy krah. إذا كانت ثلاثية أو رباعية قم ويأتي بالثلاثية والرباعية. نص النماذج مش متري ركعتان بمقاطرة نجريت الضفالة نيتن فون بكيف لا تسوى تركعة. نعم.